ولسه بنكمل معاكم حلقتنا في نهارك سعيد، واخر فقره هتكون معانا حديث الاربعاء اللي بنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي بتشغل الشارع المصري خلال الاسبوع اللي فات. ومن الحاجات اللطيفه جدا ان انا اصحى النهارده الصبح مثلا الساعه 6:30 عشان اجي البرنامج، اكتشف ان تقريبا مصر كلها ما نمتش لانها مستنيه عمليه الفرز، وكل صوت زياده بيصح يعني بيبقى معاه تهليلات وسعاده شديده لانصار هذا الصوت. مش بس الناس اللي حوالين الصناديق الاقتراع هي اللي كانت موجوده وصاحيه، حتى الناس اللي كانت قاعده في البيوت كله كان فاتح التلفزيونات عشان يشوف نتيجه الاعاده للمرحله الاولى كانت عامله ازاي. حاله جميله بعيدا عن النتائج، بس هنتكلم طبعا عن النتائج وهنتكلم عن دلالتها ومعناها ايه والمرحلتين اللي جايين عاملين ازاي. ده اللي هنعرفه من ضيوفنا النهارده اللي بيشرفونا. خلينا نبتدي بليديز فيرست وضيفتنا العزيزه من فلسطين استاذه اسماء الغول، وهي الكاتبه الصحفيه الفلسطينيه والمناضله الفلسطينيه. نهارك سعيد يا فندم. اهلا، منورانا ومنوره مصر كلها. شكرا. انا عارفه انك مقيمه هنا بس يعني بحتفي بيكي لانك من فلسطين. ومعانا كمان بيشرفنا يكون استاذ محسن بدوي رئيس مركز عبد الرحمن بدوي للابداع والمحلل السياسي. نهارك سعيد يا فندم. نهارك اسعد. استاذة اسماء، حضرتك هنا علشان يعني موجودة معانا في اللقاء علشان عملتي تغطية خاصة لانتخابات برلمان مجلس شعب الثورة زي ما احنا بنسميه 2011، مش كده؟ انا عايز اعرف ملاحظاتك العامة جدا قبل ما ندخل في التفاصيل. ملاحظاتي العامة جدا، اعتقد انه هي اول انتخابات واكثر انتخابات يشارك فيها الشعب المصري، وشفافة خلينا برضو بالمعنى العام نقول. طبعا النتائج جاءت يعني كثير صادمه مذهله للناس، ولكنها متوقعه لانه يبدو ان الثورات العربيه يعني هي كانت لن تجلب لنا سوى الاسلاميين، سواء بمصر او بليبيا او بتونس ولكنه خيار شعبي. يعني مثلا انا بعتبر انه تجربه غزه في 2006 اللي هي انتخابات شفافه كانت هي اول انتخابات تجلب لنا الاسلاميين، فلما الشعب تعطيه حق الديمقراطي الشفاف ينتخب لك الإسلاميين. هذا يدل زي ما بقول توماس فريدمان، مع أني أنا بحبش أقتبس منه، ولكن أنه إذا في ديمقراطية من غير ثقافة ديمقراطية بتكون هاي النتيجة، ولكنه خيار الشعب وأنا أحترمه. أوكي. أستاذ محسن، بما أن حضرتك ليك باع طويل في العمل السياسي وعندك أكيد دراية بالانتخابات من فترات طويلة، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل، بس فوز الاسلاميين بالارقام اللي احنا سامعينها اذا كان على مستوى القوائم ولا على مستوى الفردي، والاعاده كمان بتقول ان 34 صوت من 48 34 كرسي من 48 كرسي في المرحله في الاعاده خدوهم الاسلاميين، ده مؤشر لايه؟ هو احنا مخضوضين، وده انا مستغربه. انا كنت متصور ان الاخوان مش هياخدوا اكتر من 25%، هم خدوا 40، وده بالنسبه لي مفهوم لانه الليبراليه ما كانتش مغطيه اللجان، وكان الشخص بيدخل خوفا من 500 جنيه فبيسال، فاللي كانوا موجودين بتوع الحريه والعداله يقول له صوت، او حزب النور برضه انه السلفيين واخدين اصوات. النور كان عامل زخم بشكل اخر، يعني هو اللي انا اتصدمت فيه كان السلفيين. يعني انا الاخوان انا متفهم ما حدث، لكن هو جزء منه ضعف فهم الليبراليين اللي هو أصل اللي حصل كان خطأ من الأول. حكاية القوائم أنا كنت بحذر منها. حكاية القوائم أدت إلى إن اللجنة والثمانية فعلياً بيبقى الأول هو اللي شايل العبء كله. فاللجنة القايمة اللي هي ثمانية دي عبارة عن ثمان دوائر من القدام. والفردي ثلاث دوائر من القدام. فانسحب كثير من المرشحين الأقوياء اللي من التيار الليبرالي اللي كان ممكن ينجحوا، وترك اللي مش فاهمين اللعبة خالص. وبعدين أما اتفرج ألاقي عدد الناس بتوع القايمة اللي حينزلوا اللجان ألاقيهم مفروض يبقى عنده 3-4 آلاف، عنده 100 أو 200. فكان الطبيعي أن الهزيمة تبقى نتيجته. طيب. هم حاولوا يتعلموا منها وحاولوا يصلحوها. أوكي. فعشان كده تجمعوا في الفترة اللي فاتت دي. طبعا وجهة نظري اذا بسمح لي اعلق، انه طبعا نظام الانتخابات المختلط هو فيه مشكله كبيره، بس بنفس الوقت هو في حق كبير، او يعني احنا لازم نلوم العلمانيين او الليبراليين، لانه الدعايه المضاده للاسلاميين اللي بيستخدموها العلمانيين هي بتشيع دعايه مجانيه للاسلاميين من غير ما نحس. مثال في تونس،
الدعايه المضاده للعلمانيين، انشغلوا على رفض العلماني رفض الاسلاميين من دون ما يبنوا نفسهم ويجمعوا نفسهم بشكل جاهز مثل الاسلاميين، من غير ما يقدموا حيثيات لقبولهم هم شخصيا. نعم، خلي انا علمانيه بس خلينا ننتقد النقد الذاتي. في حق كبير على العلمانيين انفسهم والليبراليين انفسهم بتنظيم انفسهم بالدعايه الانتخابيه بلم شملهم، هذا كله والدعايه المضاده للاسلاميين. مثلا في تونس ذكرت الشعب الدعايه العلمانيين ضد الاسلاميين، ذكرت الشعب ببن علي ونموذجاته بالعلمانيه، فبالتالي انتخبوا حتى لو مش اسلاميين الشارع التونسي انتخب بالنهضه. طيب استاذه اسماء، هرجع اتكلم عن النقطه دي، اسمحوا لنا بس نشوف تقرير مجمع للاحداث اللي بنتكلم عنها ونرجع نكمل كلامنا في حديث الاربعاء. تعالوا نشوف تقرير ونرجع تاني. ماذا يحدث في مصر الآن؟ هذا السؤال الذي نطرحه في يوم الأربعاء من كل أسبوع. انتخابات تاريخية يشهدها المصريون بدأت يوم 28 من نوفمبر وبدأت بإقبال جماهيري كبير. وعلى غير المتوقع لم تحدث أعمال عنف وتم تأمين كل اللجان الانتخابية جيدا وتفاءلنا. لكن لم يستمر تفاؤلنا كثيرا، فكم الارتباك الذي جرى من انتهاكات من بعض الأحزاب وسوء إدارة للعملية الانتخابية وبطلان الانتخابات في العديد من الدوائر جعلنا نتساءل، هل كانت اللجنة العليا للانتخابات مستعدة للعملية الانتخابية؟ ثم جاءت مرحلة الإعادة التي شهدت إقبالا ضعيف، هل كانت أسبابه أن الإعادة في الغالب تشهد إقبالا أقل؟ أم بسبب أن الجماهير أدركت أن الغرامة من المستبعد أن تطبق؟ أم أن الشعب المصري بفطرته أحس بالارتباك الشديد في العملية الانتخابية فقرر أن يمتنع عن الإعادة؟ كل هذه الأسئلة ستجيب عليها شكل الانتخابات في المرحلة الثانية والثالثة. من أهم الأحداث في الأسبوع الماضي هو تكليف دكتور جمال الجنزوري بتشكيل الحكومة وسط رفض من كثير من القوى السياسية وشباب ائتلافات الثورة. والأسباب أنه دكتور جمال الجنزوري هو وجه من وجوه النظام القديم، وأيضا في عهده تمت بداية تطبيق نظام الخصخصة الذي كان به الكثير من الأخطاء والانتهاكات القانونية. لكننا نعرف أيضا أن مهمة تشكيل الوزارة في هذا التوقيت يعتبر مهمة انتحارية، إذن فنحن في انتظار ما سوف يحدث في الأيام القادمة. حديث الأربعاء لسه مكمل، وإيه اللي حصل في الانتخابات وده اللي احنا بنعرفه من ضيوفنا، أستاذة أسماء الغول الكاتبة الصحفية الفلسطينية والأستاذ محسن بدوي المحلل السياسي ورئيس مركز عبد الرحمن بدوي للإبداع. وكنا بنتكلم مع أستاذة أسماء على تحليلها الموقف أو ضعف أداء التيارات الليبرالية والعلمانية بشكل عام. بس خليني أسأل حضرتك، هل ده كمان ليه علاقة بأنه التيارات الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسي شغال فعلا على الأرض بقاله فترة طويلة طبعاً، ولكن التيارات الأخرى كانت مقموعة بقالها فترة طويلة؟ التيارات الإسلامية شغالة من القاعدة من المساجد، وانتظروا مقموعين برضه عشان مبقاش منحازة يعني. طبعا هم جزء من المعارضة، يعني منقدرش أنه إحنا منعتهم مش حقهم كمعارضة وكناس انقامعوا وانسجنوا وانقتل منهم. ولكن بنفس الوقت إحنا يعني إحنا منقدرش نحط كل الإسلاميين ببوتقة واحدة. يعني حزب الله في لبنان بيختلف عن حماس بغزة، بيختلف عن الإخوان المسلمين في مصر، بيختلف عن النهضة في تونس. النهضة في تونس عاشوا مغتربين بلندن وهم جايين بأفكار مختلفة، مش هيروحوا يحللوا الأربع الزواج من أربعة في نفس الوقت لأنهم أذكى من هيك. بنفس الوقت الإخوان المسلمين في مصر أهون من حماس بغزة رغم أنه حماس فرع الإخوان المسلمين. يعني إحنا منقدرش نحط الإسلاميين ببوتقة واحدة ونتوقع الأسوأ، ولا أنه إحنا نستهين في الموضوع. بالعكس إحنا لازم نكون على استعداد كالليبراليين وعلمانيين. كنت بتسألين عن ليش الليبراليين مش مستعدين. أنا بعتقد أنه عيب الليبراليين أنهم نخبة سواء أرادوا أو لم يعني يردوا، يعني هم نخبة دائما عكس كل المجتمعات الأوروبية. المجتمعات الأوروبية يعني اليسار يمثل الشعب، إحنا عندنا اليمين يمثل الشعب هو اليمين الإسلامي. فبالتالي عندك في مصر خاصة دي الناس متدينين بفطرتهم، بالتالي سهل تسييسهم بسهولة، تسييسهم واستخدام دعاية الإسلام السياسي وأخذ أصواتهم. تمام أستاذ محسن، تصريحات بعض التيارات الليبرالية خلت الناس تقفل منهم، يعني كان في بعض التصريحات اللي ليها علاقة بأنه فيها شتيمة مباشرة وصريحة للتيارات الإسلامية، فالناس خدتها على الإسلام، الناس خدتها بشكل أنت بتشتم ديني مش بتشتم تيار سياسي،
من هنا حصل، وده كان بقى كلام الناس لما تبقى واقف قدام اللجان وبتاع يقول لك لا مش ده بتاع الفلان المسيحي مثلا او فلان العلماني مثلا، وكان ده دافع بعيدا عن مين بيقدم ايه. الخريطه لازم تتفهم عشان احنا ندخل في فسيفساء بتوهنا. انا لما قلت في الاول قلت ان احنا كان لا يجب ابدا ان احنا نتجه الى النظام المختلط القايمه وال ادت الى انسحاب كل الكوادر القويه القادره في كل الدوائر. لما نتكلم بجد ممثلي الليبراليه هم من اضعف ما يكون. هي مش بس الشتيمه وان هم قالوا وان هم عملوا والدين والكلام ده. حينما يكون فلان الفلاني المعروف اللي الناس عارفاه اللي الناس بتتعامل معاه اللي ليها مصالح نازل، لا يجرؤ انسان من هؤلاء ان يقول لك الدين وده بتاع ربنا وده مش بتاع ربنا. صحيح. مستحيل. صحيح. الخطيئه كانت ان انت خرجت وناس ما عرفهمش، خلينا واقعيين. يعني عمرو حمزاوي اللي نجحه انه نجم سينمائي. يعني صحيح. ده السبب الحقيقي. اصبح نجم سينمائي. اوكي. النهارده لما نيجي نبص للخريطه السياسيه، الخريطه السياسيه التونسيه اولا النهضه ليس اسلاميا بالمفهوم المصري. النهضه اسلامي بالمفهوم التركي لان الغنوشي هو استاذ اردوغان. والنهضه كان يتكلم، وهي دي النقطه اللي احنا مش قادرين نستوعبها، نحن نتكلم عن الاسلاميين كانهم شيء زي ما قالت شيء واحد ومش شيء واحد. النهضه تكلم بالخطاب الوسطي. القوميين واليساريين اللي كانوا في الثلاث كتل الكبار، هي اكبرهم النهضه بس هم ثلاث كتل كبار، هم دول اللي تكلموا بالخطاب الوسطي. الـ السلفيين في تونس مرفوضين تماما لان هم خطابهم راديكالي. الليبراليه في تونس خطابها راديكالي. الشعب المصري ينتظر خطاب وسطي لم يجده. ده اولا. الليبرالية المصرية خطابها راديكالي والإسلاميين المصريين خطابهم راديكالي. الفرق ما بين مصر وتونس في الحتة دي أن الأرضية الجزء الراديكالي في مصر في الاتجاه الديني أعلى بكتير قوي من تونس، لكن هو الأغلب في مصر هو محتاج للخطاب الوسطي وده مش موجود. طيب معلش أنا عايز أفهم حضرتك ليه ضد القوائم؟ هل ده زي ما حضرتك قلت في الأول علشان يعني دوائر أكبر ولا عشان أسباب تانية؟ هقول لك ببساطة. القائمة صح عند ترسخ العملية السياسية. بمعنى ان انا بنتخب الحزب اللي هيحقق لي، انت لغاية النهاردة ما عندكيش ترسخ للعملية السياسية. ده زي اللي كانت استاذة اسماء بتقول ثقافة الديمقراطية يعني نفسها. يعني ثقافة الديمقراطية هي تعبير اشمل من اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم على ترسخ العملية، يعني انا بدأت اقتنع انا عايز الحزب الفلاني لانه بتجربي السابقة اللي هي بقالنا سنين في العملية السياسية انه ده الذي يحقق مصالحي. فمن هنا ابتدي، يعني هي الديمقراطيه بروسس او عمليه تراكميه بتعدل في نفسها. انت ما انتش في مرحله صح للتفكير في كلمه حزبيه، والطريقه دي مش هتعمل حزبيه. الطريقه اللي تعمل حزبيه ان الاحزاب تتبادل المقاعد. انا بدات اشعر انه الحزب ده بيحقق مصالحي ومصالحي انا. احنا مشكلتنا احنا لما بنتكلم في السياسه بنقول اسرائيل وامريكا أي بس معنى كده برضو ان النظام المختلط هو الحل الوسط للعملية دي، ولا كان يبقى كله فردي؟ فردي طبعا. انا وجهة نظري انه اللي هو النظام النسبي بنسميه او القوائم الحزبي هو الانسب، هو الديمقراطي، لانه الدوائر او الفردي هو بيعتمد على الاسم وعلى العائلة وعلى المنطقة، وهذا بسبب يعني هذا بسبب كتير مفاجآت وبسبب تحالفات غريبة في الوسط المنطقة. بينما لو كان حزبي كامل أو نسبي كامل مش مختلط معتمد على الأحزاب، هو هاي الديمقراطية الحقيقية اللي الوطن العربي مش مستعد إلها. تمام. عشان كده بقول يعني استاذ محسن عايز فردي وحكايه عايزه بتقول قوائم. بالنسبه لاستاذ محسن انا فاهم وجهه نظره انه كل انه الحال كله او الوضع كله مش متحمل انتخابات هلا، وهذا صحيح تماما، ولازم نسمع فيه صوت احنا ما بنتذكروش، الصوت اللي رافض للانتخابات. ليش رافض للانتخابات؟ ليش طلع على التحرير في اخر فتره؟ ليش على تويتر هدول الناشطين السياسيين رافضين الانتخابات؟ لانه لسه ما فيش غير مؤهلين، وفي ناس معتقلين زي على عبد الفتاح، وفي ناس لازم ان احنا ننصفهم قبل ما نحكي عن انتخابات هلا. تمام.